لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. قرأت قديما في إحدى المجلات قصة كتبتها صاحبتها، أن سائلا طرق بابهم في صباح يوم فأخرجت من محفظتها آخر 100 ريال وأعطتها ذلك السائل، وكانت روحها تهمس: يا الله، العشرة أضعاف. يقول: دخلت المطبخ وصنعت فطورا لها ولزوجها، استيقظ الزوج وجلس على المائدة، وبينما هو يتناول طعام الإفطار إذ به يتذكر ويقول لزوجته: هناك على تلك الطاولة ظرف لك، استلمته البارحة من البريد. قامت الزوجة لترى ما في الظرف، فإذا به شيك بنكي أجرت مقالة كتبتها في إحدى الصحف، ومن العجيب أنها كانت 1000 ريال عدا ونقدا. 1000 ريال وهي تصدقت بكام؟ 100، والحسنة 10 أمثالها. أتى سائل عبد الله بن المبارك يسأله شيئا من الطعام، ولم يحضر لديه في هذا الوقت سوى 10 بيضات، فأمر الجارية أن تعطيه إياها، فأعطته 9 وخبأت 1. عطت السائل كم بيضة؟ 9 وخبت 1. فلما كان وقت غروب الشمس جاء رجل ودق الباب وقال: خذوا مني هذه السلة. فخرج إليه عبد الله بن المبارك وأخذها منه، فرأى فيها بيضا فعده، فإذا هو 90 بيضة. فقال للجارية: أين البيضة الأخرى؟ كم أعطيت السائل؟ لأنه أمرها تديله كام؟ 10. فقالت: أعطيته 9 وتركت 1 تفطر عليها. فقال لها: غرمتنا عشرا. هؤلاء الذين يصدقون في التعامل مع الله الشكور، الله عز وجل لا يضيعهم، بل من شكره لعبده أن ينفق عليه إذا أنفق، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وفي رواية: أنفق عليك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، صفحة 113 عندكم: ما نقص مال من صدقة. وقد جاءت هذه الخصلة وهذه العبارة ضمن خصال أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعز، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة تضطرب فيها قلوب كثير من الناس، هو ربما ينفق ولكن يخاف هل سيكون الخلف والعطاء من الله سبحانه وتعالى، وإن كان كيف سيكون ومتى سيكون. هو ربما يعفو ولكن يظن أن العفو مهانة وأنه ذلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنك إذا عفوت زادك الله عز وجل بهذا العفو عزة. كذلك يرى كثير من الناس أن التواضع ذلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن الذي يتواضع لله عز وجل يرفعه الله سبحانه وتعالى. يجب علينا إخواني أن نؤمن بهذا الكلام إيمانا عميقا. هذا ربنا يقول في الحديث القدسي: يا عبدي أنفق عليك،
والحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا وضعت ريالا في كف فقير فثق أن الله يضع لك من فضله ما يوازي ويفوق ذلك الريال صحة ورضا وعطاء وفضلا. هذا طالب جامعي فقير سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا يهتف بقرب صندوق التبرعات يحث الناس قائلا عبدي أنفق أنفق عليك، يعني يذكر لهم ذلك الحديث القدسي. فتش الطالب جيبه فإذا بثروته كلها 5 ريالات فأخرجها وأودعها صندوق التبرعات. كان في قلبه صوت اليقين يقول لقد أنفقت يا ربي بفقري فأنفق علي بغناك. وفي المساء زار أخاه فأخبره هذا الأخ دون أن يعلم بحاله وأنه تصدق بكذا أو كذا، أخبره أن جمعية مالية قد حلت في حسابه وهو لا يحتاجها كلها، يعني رزقه الله من المال ما رزقه وهو لا يحتاج كل هذا المال، فعرض عليه أن يعطيه منه، وبعد ممانعه استقطع منها 2000 وأعطاها صاحبنا. لقد أنفق الله عز وجل عليه. إني أعيذك أخي أن تكون تعلقاتك وإرادتك كلها دنيوية، لأن كثيرا من الناس حاله كذلك، دوما هو حساباته مادية دنيوية يحسبها كما يقولون بالورقة والقلم، إن فعلت كذا سيبقى كذا، وإن أخرجت كذا من المال ربما تداينا أو استدنا، وإن أطعمت كذا وكذا من الطعام ربما احتاجنا، وهكذا حسابات دوما دنيوية، وهذه ربما تصلح في دنيا الناس، أما مع الله فلا. الواحدة عند الله بكم؟ 10 ويزيد إلى كم؟ 700 ضعف سبحانه وتعالى. من شكره سبحانه وتعالى لعبده ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعجيب أن بعض الناس لضعف اليقين، بطل كلام مركز لو سمحت وبص لي هنا، العجيب أن بعض الناس لضعف اليقين في قلوبهم يطلب العوض قبل أن يترك لله. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك، إذن البداية بالإيه؟ بالترك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قد يكون هذا العوض في الدنيا وقد يكون في الآخرة، قد يكون شيئا ملموسا محسوسا تلمسه وتعصه وقد لا يكون. لذلك أيقن أن الله عز وجل سيخلف عليك وسيعوضك. قال الله وما أنفقتم من شيء، من هذه التي تدل على الإيه؟ التقليل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. كيف يكون خلفه وهو خير الرازقين؟ تأمل في خاتمة الآية وهو خير الرازقين. ذكر الشيخ الطنطاوي رحمه الله شيئا فيه إشارة إلى ذلك من قصة حصلت لبعض تلاميذ الشيخ سليم المسوتي وكان في القاهرة مقيما. كان أهل الحي يثقون بهذا الشيخ ويرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وكان عند هذا الشيخ تلميذ صالح وكان مضرب المثل في فقره وفي إبائه وعزة نفسه. شوف الاثنين دول مع بعض، مع أنه فقير لكنه أبي لا يسأل الناس شيئا، عزيز النفس. وكان يسكن في غرفة في المسجد، مر عليه يومان لم يأكل فيهما شيئا. لو مين التلميذ ولا الشيخ؟ التلميذ. وليس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاما. فلما جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت، خلاص روحه حتطلع، وفكر ماذا يصنع. فرأى أنه قد بلغ حد الاضطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة، الحاجة اللي يدفع بها عن نفسه الإيه؟ الهلاك. فآثر أن يأخذ شيئا يقيم به صلبة. كان المسجد في حي من الأحياء القديمة في القاهرة، والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة، يستطيع المرء أن ينتقل من أول الحي إلى آخره مشيا على أسطح البيوت. فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه، فلمح فيها نساء فغض من بصره وابتعد. ما هو مع أنه طالع إيه؟ سبحان الله، هو مش سرقة يعني. ونظر فرأى إلى جنبها دارا خالية وشم رائحة الطبخ تصعد منها، فأحس من جوعه لما شمها كأنها مغناطيس
يجذبه إليها، وكانت الدور من طبقة واحدة، قفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار، وأسرع إلى المطبخ فكشف غطاء القدر فرأى فيه باذنجانا محشوا، فأخذ واحدة لم يبال من شدة جوعه بسخونتها وعض منها عضة، فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه وقال لنفسه: أعوذ بالله، أنا طالب علم مقيم في المسجد ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟ وكبر عليه ما فعل، فندم واستغفر ورد الباذنجان وعاد من حيث جاء، فنزل إلى المسجد وقعد في حلقة الشيخ وهو لا يكاد من شدة الجوع يعني يفهم ما يسمع. فلما انقضى الدرس وانصرف الناس، يقول الشيخ علي وأؤكد لكم أن القصة واقعة، لما انقضى الدرس وانصرف الناس جاءت امرأة متسترة فكلمت الشيخ بكلام لم يسمعه من؟ التلميذ مش الشيخ. فتلفت الشيخ حوله فلم يرى غير هذا الطالب، فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟ قال: لا. قال: تريد الزواج؟ فسكت. فقال: تريد الزواج؟ قال: يا سيدي، ما عندي ثمن رغيف أكله، فبماذا أتزوج؟ أنا مش لاقي إيه؟ ثمن رغيف هتجوز بإيه؟ فقال الشيخ: هذه المرأة أخبرتني أن زوجها توفي وأنها غريبة عن هذا البلد، ليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير، وقد جاءت به معها، وأشار إليه قاعدا في ركن الحلقة، وقد ورثت دار زوجها ومعاشه، يعني زوجها مات وسب لها البيت والإيه والمعاش الفلوس والتجارة ونحو ذلك، وهي تحب أن تجد رجلا يتزوجها على سنة الله ورسوله لكي لا تبقى منفردة فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام، فهل تريد أن تتزوج بها؟ إيه رأيك في الفرصة دي؟ صح؟ فقال: نعم. وسألها الشيخ: هل تقبلين به زوجا؟ قالت: نعم، طالما هو زكاه يبقى إيه؟ فدعا بعمها ودعا بشاهدين وعقد العقد ودفع المهر عن التلميذ. إيه رأيك؟ صح؟ وقال له: خذ بيد زوجتك. فأخذ بيدها أو أخذت هي بيده فقادته إلى بيتها، فلما دخلته كشفت عن وجهها فرأى شبابا وجمالا، ورأى البيت هو البيت الذي نزله اللي كان من شوية إيه ناطت فيه، وسألته: هل تأكل؟ قال: نعم. فكشفت غطاء القدر فرأت الباذنجان وقالت: عجبا، من دخل الدار فعضها؟ من اللي عاضد الإيه؟ فبكى الشاب، بكى التلميذ وقص عليها الخبر، فقالت له: هذه ثمرة الأمانة، اسمع القاعدة: عففت عن الباذنجان الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال. وهذه القصة في كتاب فصول في الثقافة والأدب للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وأنا أنصح الشباب بقراءة كتب ومؤلفات هذا الرجل فيها الكثير من الفوائد. قالت له: عففت عن الباذنجان الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال. لماذا؟ لأنه الشكور، لأنه سبحانه شكور يشكر لعبده، ترك العبد هذا الشيء لله سبحانه وتعالى فأخلف الله عز وجل عليه ما أخلف، وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من أوضح صور الشكر الرباني إخواني ما يقترن ببر الوالدين من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشؤون، حتى كأن النجاح في الحياة حصر على أصحاب البر، كأن أصحاب البر بالوالدين وصلة الأرحام هم أهل النجاح والتوفيق فقط. يمكنك أن تستعرض من تعرفهم من الناجحين، ستجد بر الوالدين جامعا مشتركا بينهم ولا بد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه. ومين ما يحبش دي؟ من أحب أن إيه؟ يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه، يعمل إيه؟
فليبر والديه وليصل رحمه، كما عند أحمد في المسند. تاني الحديث عشان الناس اللي بتكتب: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل، فليبر والديه وليصل رحمه. والحديث أيضا ثابت عند البخاري ومسلم، ففي رواية البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، كما عند البخاري. والسؤال الذي يحل الآن بأذهان الكثيرين: كيف تقول أن العمر يزاد والأجل مكتوب؟ إذا جاء أجلهم فلا إيه؟ يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكيف تقول أن الرزق يزاد فيه والرزق أيضا مكتوب والعبد في بطن إيه؟ أمه وهو جنين. يجيب الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وهو يشرح حديث البخاري الذي رزقناه، يقول: البسط في الرزق البركة فيه، البسط في الرزق البركة فيه. وأما النووي رحمه الله فيذهب إلى معنى آخر فيقول: بسط الرزق توسيعه وكثرته، وقيل البركة فيه، يعني الاثنين. فأنت اكتب المعنيين بقى: بسط الرزق توسيعه وكثرته، وقيل البركة فيه، يعني قد يكون هذا البسط بالكثرة والتوسعة والزيادة، زيادة الحسية فعلا، وقد يكون هذا البسط أن يظل الرزق كما هو لكن إيه؟ يبارك له فيه. وهذا واضح ومشاهد، بعض الناس ربما تراه على نفس حال صاحبه، هو ده بيقبض مثلا 2000 جنيه في الشهر وده 2000 جنيه، الأولاني كثير الصدقة ولو كانت قليلة. طبعا ما فيش حد مننا يعني هيقطم ظهره لو طلع كل يوم رغيف عيش 5 قروش، صح كده؟ مش هيقطم ظهرك، يعني مش قاصمة الظهر هي. والثاني لا يخرج شيئا ولا يتصدق بشيء. تجد الأول لا يكتمل معه الراتب إلى آخر الشهر بل يستدين من الناس، تجد الأول كثير المصائب والحوادث، ربما تلاقي الغسالة ضربت والتلاجة مش عارف اتحرق والولد مش عارف ايه، ما هوش عارف يجيب نفقات منين، وكل ما يقفل باب ايه والدنيا كده معاه. والثاني تجد البركة قد حلت في البيت في الأهل والمال والولد، ممكن شوية ليمون كده على شوية مية والولد يشربهم، برشامة صغيرة وخلاص الموضوع انتهى، والتاني صرف تحاليل وفحوصات ومستشفيات ودكاترة أضعاف أضعاف ما أنفق الثاني. وهذه من علامات البركة التي تكون للإنسان في رزق. كذلك الأمر أيضا في الصحة، الأمر كذلك في الفهم في العلم في الولد في الزوجة في السعادة. لذلك الرزق ليس فقط الرزق الجيبي المال، وإنما الرزق كذلك يشمل العطاء الرباني من سعادة وإخبات وإنابة وتوكل ومودة بينه وبين زوجته وتيسير الأمور وغير ذلك. البسط في الرزق كما يقول الحافظ البركة فيه. وفي العمر حصول القوة في الجسد، يعني عايز يقول أن ينسأ له في أثره، أو البركة في العمر تكون بحصول القوة في الجسد، لأن صلة الأقارب أو صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو. أو يكتب اللي هو العمر والرزق، يعني يكتب للإنسان لما خلق مقيدا بشرط، يعني كتب كده في عند الله سبحانه وتعالى: إن وصل رحمه فله كذا وكذا وإلا فكذا. يعني يبقى مكتوب كده إن العبد فلان الفلاني ده لو وصل الرحم رزقه هيبقى قد كده، لو قطع الرحم رزقه هيبقى إيه؟ يبقى ده مكتوب وده مكتوب. يكتب للعبد إن وصل هذا الرجل الرحم سيعيش 40 إن قطع الرحم سيعيش 40 سنة، وإن وصل الرحم سيعيش 60 سنة، ده مكتوب وإيه؟ وده مكتوب. والمعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. هتقولي طيب طالما ده مكتوب وده مكتوب، إيه الحكمة إن النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن في عمر يزيد ورزق يزيد؟ ليه قال لنا بكده؟ وإيه العلة إن ده يتكتب كده وكده، ما كانت كتب مرة واحدة وتحصل البركة والزيادة؟ قال الحافظ: والحكمة إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيع.
فالحكمة إبلاغ ذلك إلى المكلف، والحكمة إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر، فضل البر وشؤم القطيعة. وذكر شارح سنن أبي داود في عون المعبود تفسيرا آخر فقال: تأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر، وكم من أعمار تضيع بغير فائدة. تلاقي واحد عاش 70 سنة ومات، طيب 70 سنة دول استفاد منهم إيه؟ فيما حصل من القرب من الله سبحانه وتعالى، من العلم والعمل، في الأثر في الناس، في الدعوة، في دعوة الناس وإفادة الناس وإيصال الخير إلى الناس. كم واحد تاني عاش 35 سنة ولا يزال أثره موجودا إلى الآن. سيدنا معاذ اللي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام عاش كم سنة؟ 34 سنة، 33، 35، تمام. ومن الناس الآن من يعيش 100 سنة، وأجيال كثيرة قد عاشت ومرت، أين أثرها؟ الإمام النووي رحمه الله عاش تقريبا نفس عمر معاذ، 35، 36، وكم ما ظنش وصل 45. وكم ترك الإمام النووي من مؤلفات ينتفع بها الناس إلى الآن؟ تسمعوا عن المهندس محمد توفيق رحمه الله، هذا الرجل من مصر ومن الصعيد، كان يدرس في الفيوم في مدرسة تبشيرية، يعني مدرسة تعد من يخرج فيها للتبشير بالنصراني، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الرجل داعية، فلما سافر لألمانيا، بالك سافر وبر بلاد الغرب، لما سافر لألمانيا اشتغل بالدعوة إلى الله، فأسلم في مدة حياة هذا الرجل منذ بداية عمله في الدعوة 4000 كافر، 4000 واحد دخلوا الإسلام على يده. تخيل، لا أزيدك أكثر ما هو أكثر من ذلك. الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله ذكروا أو ذكر في من أسلم على يديه كم؟ 5 ل7 مليون. حد يزيد؟ 11 مليون. طب أنت تصدق العدد ده؟ لو لم يذكر الرجل بنفسه ذلك في كلامه ما صدقنا، وإن نصدقه لما له من البر والإحسان الذي شاهدناه بأعيننا في مقاطع صورت لهذا الرجل. معلش يعني لطفا إخواني النهاردة لما ترجعوا النهاردة بالليل اكتب كده على اليوتيوب على في السيرش في البحث عبد الرحمن السميط، وشوف هيطلع لك مقاطع ايه، وهو في درس ان شاء الله انا بجهزه عن حياة الدكتور عبد الرحمن رحمه الله سيأتي ضمن سلسلة بعنوان جسر التعب، لعلها تأتي ان شاء الله، ستفاجأ بكم الجهد الذي بذله هذا الرجل خلال 25 سنة حتى لقب بعبد الرحمن الفاتح. احنا عارفين محمد الايه، لكن ده عبد الرحمن الفاتح، فاتح القارة السمراء اللي هي قارة ايه؟ افريقيا. وانظر كيف كان حال الناس حينما علموا بمرض هذا الرجل وانه ادخل المستشفى في العناية المركزة، وانظر كيف كان حال الرجل لما افاق من الغيبوبة وماذا قال وكيف مات رحمه الله. وانا اقول رجل فعل مثل ما فعل هذا الرجل لم يمت، وانما هو حي في الناس بهذا العمل. فهذا عمر، وهذه أعمار كثيرة يعيشها الناس، فانظر للبركة في عمر هذا الرجل، وانظر لأعمار كثير من الناس التي تضيع. وفي عصرنا فضيلة الشيخ سعيد حماد حفظه الله، وهو مسؤول الدعوة إلى الله في الخارج، جمعني بالشيخ لقاء فكان يتحدث عن مجهودات اللجنة في الدعوة إلى الله عز وجل، فذكر أنه خلال 5 سنين دخل في الإسلام ما يزيد من 200,000 مسلم جديد، والشيخ لا يزال حيا لمن أراد أن يتقابل به وأن يسمع منه هذا الجهد وهذا العمل. وأيضا لو دخلت على اليوتيوب وكتبت الشيخ سعيد حماد سيخرج لك شيء من الجهد الذي يبذله الشيخ حفظه الله بارك في عمره هو وإخوانه في الدعوة إلى الله. هذا أضربه كمثل يبين كيف تكون البركة في العمر. قال في عون المعبود: تأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر فكأنه زاد، أو بمعنى أنه سبب لبقاء ذكره الجميل بعده. قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مهما كان هذا الخير صغيرا
فإن الشكور يشكره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لا بد أن يرى جزاءه، مع أن الذرة لا تكاد ترى، إلا أنك إن فعلت خيرا بقدرها فإنك ستراه يوم القيامة، ليسرك به سبحانه ويربط على قلبك في يوم يجعل الولدان شيبة. عندما تحرص، وخذوا بالكم من الصور العملية ديت لتطبيق العبودية أو للبيان كيف تكون العبودية باسم الله الشكور، وبعدها أختم بذكر بعض الوسائل التي نتعبد الله عز وجل بها لتطبيق العبودية باسم الله الشكور. يقول صفحة 115: عندما تحرص أن تطفئ نور سيارتك عند إشارة المرور حتى لا تزعج من هم في الشارع المقابل، قد لا يعلمون بمقصدك، بل حتى لا ينتبهون لفعلك، لكن احذر أن تظن أن الشكور لن يكافئك. كيف لا يهم؟ من الممكن أن مرضا كان سيخطف بصرك، أو حادثا كان سيتلف سيارتك، أو مشكلة كنت ستقع فيها وقاك الله منها شكرا لك على صنيعك النبيل. حرصك على فتح الباب ليلا بلطف حتى لا تزعج النائمين، انتظارك وأنت ممسك بباب المسجد لكبير في السن حتى يدخل، المساجد اللي في السعودية المكيفة الباب بعد ما تطلع بإيه؟ بيتقفل، فأنت طلعت ومسك الباب عشان لقيت واحد كبير إيه؟ جاي يطلع، فأنت مسك له الباب. تفاديك أن تدهس قطة عابرة، راكب أنت عربيتك وعدت من قدامك قطة فأنت تكلفت ووقفت عشان ما إيه؟ ما تدوسش عليها. ابتسامتك لطفل، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على الصبيان، وهذه لا يفعلها أكثر الناس، وأنت في الطريق تسلم على الصبيان. ترتيبك لغرفة في منزلكم، ودي رسالة للشباب اللي هو بيقوم من على السرير ويرمي دي على اليمين ودي على الشمال ووراه واحدة إيه؟ ها بتلم، فتبالك لا، لو أنك فعلت ذلك شكرا لله، شكرا لأمك. دعاؤك لمسلم مات بسبب أنك متيقن ألا قريب له يدعو له، إغلاق صنبور ماء كان غير محكم الإغلاق، وضيت ولقيت الحنفية بتنقط فرجعت إيه؟ قفلتها، هذا تعبد لله باسم الشكور. رفعك غصنا ملقا على الطريق، كل هذا من الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أضيف: اللقمة تجعلها في فم امرأتك، تنتظر عليها الإيه؟ الثواب والأجر، كما في حديث سعد: إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت إيه؟ عليها، حتى اللقمة إيه؟ تضعها أو تجعلها في في امرأتك، هي كده كده هتاكل بيك أو من غيرك هتاكل، لكن هذا نوع من الإيه؟ من الإحسان والتودد والرحمة، يزيد أو تزيد به المحبة. من أجل وأحسن الخير أن تمسك المصحف لتلاوة وردك، ثم تقع عينك بل يقع قلبك على خير يحثك الله على فعله، فتضمر في نفسك ألا ينقضي اليوم إلا وقد أتيت منه ما استطعت، فأنت بذلك تحول القرآن الذي تقرأه إلى إيه؟ إلى عمل وتطبيق، تكون أخلاقك أخلاق الإيه؟ القرآن، كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. سئل أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ فقال لسائله: اسكت، بل مات على الخير كله، أن يعيش الإنسان على الإسلام ويموت على الإسلام. لذلك أعظم خير يمكن للإنسان أن يفعله أن يسلم وجهه لله، أن يخلص، أن يحيا مسلما، وأن يعبد الله مسلما، وأن يعامل الناس مسلما، وينظر ويتكلم ويشعر وهو مسلم، ثم يموت وهو مسلم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي خير تقدمه لنفسك ستجد الشكور الحفيظ قد حفظه ونماه، فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورا قد عظم وبات أكبر من يوم أن فعلته. إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بإيه؟ بيمينه، فيربيها لأحدكم حتى تصير اللقمة إيه؟ مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل أحد. شوف اللقمة دلوقتي تسوى كام؟ لقمة دلوقتي تسوى كام؟ ولا لها قدر ولا قيمة. شوف الرغيف قد إيه، ما تيجي تقطع الرغيف مجموعة لقم، لو تصدقت بلقمة تصير لك عند الله مثل جبل أحد لأنه شكور. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. يقول:
وفي الأثر الضعيف المتن الحسن المعنى، بل هو صحيح المتن حسن المعنى، وسأذكر تخريجه بعد قليل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا من شكره، فلم يضيع صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك عن أن تموت ميتة سيئة. لذلك شعور أنه سبحانه الشكور وأن الخير كله منه يجعل العبد على ثقة بربه محسنا به الظن. الحديث اللي أنا ذكرته قول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كمل بقى، والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. تاني كده، صنائع المعروف تقي يعني العبد مصارع السوء. إيه مصرع السوء؟ من شرط أن يموت على معصية، أن يفضح عند الموت، كمن مات وهو سكران، ومن مات زانيا، ومن مات وهو يسرق. ودي قصص وموجودة، اسمع درس كنا عملناه قبل كده وذكرنا فيه بعض القصص، اسمه هل رأيت الموت، وقسمته قسمين، قسم تكلمت فيه عن وفاة الطيبين وكيف ماتوا، وجبت فيه مقاطع متصورة في الدرس عن وفاة الصالحين وهم يموتون على طاعة الله، وذكرت في القسم الثاني وفاة الظالمين والكافرين، وجبت فيه قصص ومواقف لمن ماتوا على المعصية، هتلاقيها متصورة برضو. واحد مات وهو بيسرق، واحدة ماتت وهي بتزني والعياذ بالله، واحد نفس الكلام، واحد مات وهو سكران، وهكذا. هذه فضائح والعياذ بالله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف بقى، صنائع المعروف تقي إيه؟ مصارع السوء والآفات والهلكات. قد يكون لدى الإنسان مثلا أرض أو سيارة أو غير ذلك، فهو يحرص على إخراج زكاة ماله ويتبع الفرد بالنفل فيكثر من الصدقات، دي صنائع معروف. فهذه الصنيعة التي يفعلها تحفظ أرضه، تحفظ ولده، بيته، سيارته من الآفات، من الهلكات. ربما في حادث تسرق كل السيارات التي حول سيارته وسيارته محفوظة، ربما في حادث تصدم السيارات التي حوله وسيارته لا تصب بشيء، لأنه من أصحاب صنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، كما أنهم عرفوا في الدنيا بالخير والمعروف، فالله عز وجل يعرفهم في الآخرة بالإحسان إليهم والإثابة والتكريم. والحديث في صحيح الجامع رقم 3689. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صحيح الجامع 3691. وقال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة. وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. حينما تفعل معروفا وتوقن أن الله عز وجل سيجزيك عليه، فهذا من أعظم أسباب الاجتهاد في تجويده وتحسينه والإخلاص فيه، حين تشعر أن الشكور سبحانه سيثيبك على ذلك وتوقن به وأن الخير كله منه فتحسن الظن به سبحانه. قيل لأعرابي، والأعرابي معروف بإيه ومشهور بإيه؟ بالجهل والغلظة ونحو ذلك، لكن بعضهم ربما يفوق كثيرا من أهل الحضر. قيل لأعرابي إنك تموت، يعني كأنه كان خلاص في اللحظات الأخيرة أو في السكرات، فبيقولوا له خلاص حتموت، إنك تموت. فقال ثم إلى أين؟ قيل إلى الله. قال كيف أكره أن أقدم على الذي لم أرى الخير إلا منه؟ يقولوا أنت بتموت، قال لهم هروح فين؟ هتروح لربنا. قال لهم طب إزاي أكره اللي أنا أروح للي أنا طول عمري ما شفتش الخير إلا إيه؟
إلا منه، أكره دي إزاي أنا؟ عشان كده الإنسان في سكرات الموت حينما يبشر برحمة الله يشتاق لإيه؟ للقاء الله، ويحب لقاء الله فيحب الله إيه؟ لقاءه. والفاجر والكافر عند السكرات يبشر بالغضب والسخط فيكره إيه؟ لقاء الله فيكره الله لقاءه. شعور عظيم ورجاء بالله كبير، ذلك الذي يملأ فؤاد هذا الأعرابي يقره عليه القرآن الكريم حين يقول الحق سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء، نعم كل شيء، كل شيء يحوطك من الصحة والمال والراحة والتيسير والرضا هو منه سبحانه، وكان فضل الله عليك عظيما. تعبده 60 أو 70 سنة أكثرها دون التكليف أو نوم أو في عمل المباحات أو غير ذلك، ومع ذلك يكافئك عليها بجنة عرضها السماوات والأرض تسكنها الأبد كله. أنت لو حسبتها واحد عمره 60 سنة كم منهم رايح؟ 55 سنة. ليه؟ هتقول 10 سنين 15 سنة مش مكلف، باقي كام؟ 45. ماشي كده، تلتهم أو نصهم نوم، باقي كام؟ هذه 30. تمام؟ الـ30 دول بقى ما بين إيه؟ شغل، أخذ بالك، ومواصلات وأكل وشرب ولهو وضياع وقت، هتلاقيها بتصفي في الآخر 5 سنين 10 سنين بالكتير عبادة. وشوف 5 سنين 10 سنين عبادة يرث بها العبد جنة عرضها لإيه؟ لماذا؟ لأنه شكور. فإن كان سبحانه يعطي لا على شيء، فكيف إذا كان هناك شيء؟ كيف إذا فرقت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب إليهم بالنعم بأن عملت صالحة يرضاه؟ عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد أنه لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه. اسمع لهذا المثل وبها نختم: 3 يلجئهم المطر إلى غار فيصبحون وقد أطبقت صخرة عظيمة بابه، والحديث طبعا في صحيح البخاري معروف، فلا يستطيعون الخروج. تخيل كده، ناس مسافرين، الدنيا مطرت عليهم، لقوا غار، دخلوا الغار عشان يحتموا من ايه؟ من اذى المطر. دخلوا الغار، نزلت صخرة سدت باب الغار. حط كده مكان الثلاثة دول 3 من واقعنا، تمام كده، وشوف ردود الناس في مثل هذه المواقف. مثلا واقفين بيصلحوا عجلة، مثلا هوت مثلا في العربية، فواحد جاي مثلا يعمل بتاع فراح كاسر مش عارف ايه، يوم التاني يروح سبب له، اخد بالك، 100 سبة ويلعنه 100 لعنة، يعني انت جيت تكحلها عمتها ايه مش عارف ايه، يعني هي نقصاك، ويفضل ايه يمسكوا في بعض يضربوا في بعض. اهي كده، دول داخلين من المطر عشان يتقوا اذى المطر، دخلوا الغار، اول ما تنزل الصخرة: يا عم ما انا قلت لك ايه اللي جبتنا هنا، مش انت مش عارف ده، انت شرطك من ايه لـ60، ما كنا استنينا في ايه يعني، المطر هيموتنا، ادينا يا فالح ايه، ادينا ميتين يا اخويا. شوف بقى ويقعدوا ايه مع بعض، ايه ياكلوا كده في بعض، يشتموا. طب واللي انت عملته ده هيزحزح الصخره؟ مش هينفع. عشان كده محتاجين في مواقف كتير جدا يبقى في عندنا حسن توكل على الله، يبقى في عندنا تعقل. خدت بالك، خلاص انت رحت روحت وجعان جدا ولقيت مراتك لسه الاكل ما خلصش، هتعمل ايه؟ كلكم بتخاف ما شاء الله، تمام كده، يقعد بقى ايه يصيط ويهيص ويزعق ويكسر ويخبط ويرزع. طب اللي عمله ده خلى الاكل ينضج يستوي؟ ده هو عكن نفسه وعكن مراته، خدت بالك، وسد نفسه، ده لو جات له نفسي ياكل، تمام كده. ممكن الموضوع يتطور اكتر، يمد ايده، ممكن يطلق، ممكن انت عارف. طب هو دخل البيت وسأل الاكل؟ لا لسه. طب اصلي ركعتين على ما الاكل ايه يجهز، في مشكلة؟ ودي سنة، اذا دخل الرجل بيته فصلى، اذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تقيك مصارع السوء. مصارع السوء، في مصارع سوء في البيت برضه، خدت بالك، مش صحي كده، مجرب ولا ايه؟ خدت بالك، تقيق. واذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تقيك مصارع الايه، مصارع السوء. يدخل مثلا جاي مثلا يدخل مطبخ، في كرسي محطوط في السكه، رجله عطرت فيه، صبع يا صبع، يقعد يشتم اللي سب، حط الكرسي ويلعنه، خدت بالك، وسب برده الكرسي مكان واقع مثلا شويه، وجاي يعدي برده ورجله ايه، الله، طب ما كنت ايه
شيله على جنب، خدت بالك؟ بس في حاجات انت فعلا مع حسن الصله بالله وحسن التوكل عليه وشيء من العقل مش هيفيد اللي انت بتعمله. انسان ابتلي مثلا بمرض شديد جدا وطبيب جاهل غبي ما بيفهمش قال له انت باقي لك ايام وهتموت، مش صح؟ ده غبي وما بيفهمش، يقول لك انا اقوله عشان يبقى لا انت ممكن تفهم اهله، لكن ده انت تنفس ليه في الاجل، لان لا احد في هذه الدنيا يملك الكلمه الاخيره، ده يموت ده مش بتاعت حد، عشان كده انت تبقى اجهل منه لو خدت الكلمه وايه وتصدقتها. ما تشغلش بالك بالناس، ليك رب هو الشافي سبحانه وتعالى. عايزك تسمع الدروس اللي عملناها بتاعت اسم الله الشافي، وحياتك هتتغير تماما، حتى ولو كان عندك اخطر الامراض المفروض هو الطبيب ينفس ليه في الاجل. ومفيش حاجة صعبة على ربنا ولا مستحيلة، ده ربنا رحيم، ربنا الشافي سبحانه وتعالى. وانت تضرع الى الله سبحانه وتعالى وحسن صلتك بالله، وانت داوم على العلاج، واوعى تعتمد على العلاج من دون الله وان هو اللي هيشفيك، لا ابدا، ولا انا ولا الدواء ولا حد يقدر يشفيك، هو الله هو الايه، المعاني الجميلة دي. فلما الانسان يعيش المعاني دي وهو خلاص المرض موجود فيلقى الله وهو عنه راض. واحد تاني ونفس المرض برضه كل يوم يسب في مراته وفي عياله وفي اللي جاب له مش عارف كذا، وانت السبب اللي خليت نتعب بالمرض ده، وانت طب اللي انت بتعمله ده غير الواقع؟ يبقى انت تتلقى البلاء وانت راضي احسن ما تتلقاه وانت ساخط، لان حالك نفعه وضرره هيعود عليك ومش هيغير من ايه، من الواقع شيء، الا ما ذكرنا من الرضا الذي سيكون في قلب الايه، في قلب العبد، والجزاء الاخروي الذي سيترتب على ذلك. عشان كده بقول لك حاجات كتير جدا لما نفهمها صح ونتعقلها هتلاقي تصرفك ما كانش سليم. دخلوا هم فين دلوقت؟ في الغار. فلما دخلوا اطبقت عليهم الصخره، في روايه فنزلت صخره مما يهبط من خشيه الله فسدت عليهم باب الغار. شوف الروايه دي، مما يهبط ايه؟ من كانها ماموره ليستخرج الله عز وجل من قلوبهم هذه العبودية التي يحبها وهذه الدعوات وهذه التضرعات. فلما كانوا داخل الغار قالوا إنه لن ينجيكم من ذلك أو من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد بقى يفكر أصلح عمل وأخلص عمل أنت تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هي في الحديث ليجعل أو ليكن أحدكم أو ليتخذ أحدكم خبيئة من العمل الصالح أو من عمل صالح، يعني يبقى لك عمل صالح بينك وبين الله فقط لا يعلم به أحد، لم يطلع عليه أحد، خبيئة تسرها بينك وبين الله، تدعو الله وتسأله بها في الشدائد. نعم تفعلها وتعملها لوجه الله، ولكن إذا وقعت في شدة يسن ويشرع لك أن تسأل الله به. فكل واحد قعد يراجع شريط إيه؟ حياته، إيه أفضل عمل أنا أرجو أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا ولا يتقرب إلى الله بإيه؟ ببره بوالدي، وعارفين القصة. والثاني تقرب إلى الله بإيه؟ بعفته عن الحرام، حبه لابنة إيه؟ عمه. ولما جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله فقام إيه؟ عنها. الثالث تقرب إلى الله بالأمانة والعفة أيضا، لأنه عف عن المال الذي ليس له بل ونماه وثمره، ولما أخذه صاحبه ما أعطاه شيئا مقابل إيه؟ التثمير بتاعه والتعب، أخذه كله واستاق. وكل واحد بعد ما يذكر العمل بتاعه يقول اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فإيه؟ تفرج عنا ما نحن فيه. وكل ما واحد يدعي بدعاء الصخرة تنفرج قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. طب ليه ما كانت ممكن دعوة والصخرة كلها إيه؟ لا ده لسه في تضرعات الله يحبها، فلسه التاني إيه؟ يدعي. والثالث إيه؟ فلما دعوا واستكملوا أزال الله الصخرة. فانظر للتضرع وانظر للإخلاص وانظر للعمل الصالح كيف يحرك الصخر، فكيف لا يزيل عنك البلاء وكيف لا يرفع عنك به المرض إذا تصدقت وأحسنت. فالله عز وجل يرفع عنك ما تلقى، وفي الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. أنت تتعامل مع الله فأنت في ربح دائم، أنت تتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي وذي الفضل المتناهي، ليس هناك احتمالية خسارة في سوق الله من يسير أمره. فكن معه ثم ارقب أفضاله وشكره، لن يتركك.
ثق بذلك، لن تسجد سجدة إلا ويشكرك عليها شكرا يليق به وبكرمه، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها إيه؟ خطيئة، كما في مسلم. فقط كن معه، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك واجعلنا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين، واهدنا لأعمال تجزل لنا عليها الشكر يا شكور يا حميد. يبقى عنصر أحببت أن أؤجله للدرس القادم حتى لو طل عليكم، ألا وهو كيف تكون عبدا شكورا؟ ما الوسائل التي نأخذ بها لكي نكون من الشاكرين ونتعبد بسم الله الشكور؟ هذا نفرد له جلسة درسا خاصا بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلنا وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.